سيدتي أوانسي سادتي السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في طيب جزائري. التحدي تاع اليوم درك تشوفوه مع المايسترو رشيد. رايحين نديروا القطايف ورايحين نديروا مشروب ساخن. اليوم كل واحد رايحين نطلبوا منه يديرنا مشروب على طريقة بلادو. رايحين نرحبوا بالمتنافسين تاعنا. باينين. باينين. حتى دوك حتى الجمهور تاعنا يكون بالك شير محفظ أسماءه. خلاص حفظ أسماءه. حاب نبدأ من دوك. هيا نبدأ. هيا. أحمد المغربي السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا أهلا وخسيدي وخسيدي. مرحبا 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 بك عند المايسترو يا سي أحمد. منال من سوريا تفضلي منال. أهلين يا منال. معنا كذلك إلكر من تركيا. إلكر من تركيا عندوش لاغم بالمقلوب. رايحين اليوم إن شاء الله تحضرونا القطايف. القطايف وكل واحد راح يديرنا معها مشروب اللي يفضل هو، لكن المشروب لازم يكون ساخن. كما العادة الشيف رشيد اليوم ضربنا ببلا واعر بالبزاف واللي يحبوه بزاف الجزائريين. القطايف اللي مساكن يجونا من رمضان لرمضان، ساهلين باش يتكلوا بصح الطياب تاعهم واعر. ولي كونديدا حنا نقول لهم حظ سعيد. واحد زوج ثلاثة وتبدأ المنافسة. بابا كيف قلعوا يا شكبات في الجديمارية تفيد كيفاش ديماراوي. كي تشوف كيفاش ديماراوي لي كونديدات تفهم باللي المنافسة راهي كبيرة بالبزاف. والقطايف ماشي حاجة جديدة عليهم، عندهم نفس المكونات. وشنو الصح في التقنية والطياب تاع القطايف؟ كيفاش يقولوا قطايف اون فرونسي؟ لي شوفو دو لونج. كيفاه إليكر من ترك حشم بركي دوموندي منشار باش يقطع القطايف. ومنال كتير مبسوطة لأنه كتير بعرفها طيبة للكنافي. منال من سوريا خدات بزاف دو لافونس وراهي مركزة بالبزاف. والاخرين بدقال ياسري غير سك مروحتكم راو جان مايسترو. احمد مرحبا بك شاف. على بالك واش راح نديرونا اليوم؟ هو اليوم قرص راح يتقسم على زوج، راح ديرنا لوغو تاع سميره. فنن في هاد الشيء. خاص تبهرني في اللوغو وخاصك تبهرني في المذاق. واخا هكذا واخا راح تحط فيها الجوز. انا شفت درت فيها الجوز ودرت فيها ندير فيها دوكا شويه ديال القرفه ومن بعد ندير سكر سنيده مع الماء شربات على القطايف. غادي ندير فيها المزهر باش يمد الذوق. طيب جزائري لازم يكون فيها الذوق تاع المزهر. تاع المزهر. والجوز لازم يمشي مع القرفة. نتمنى لك النجاح. إن شاء الله إن شاء الله. منال على بالك اليوم راح نديرونا لوجو سميرة تي في. إن شاء الله أقدر أقطع إن شاء الله. شفتك حطيتي الحليب. حليب ودرت له الخل. مشان يفرط ومن بعد نصفيه وديره في وسط الكنافة. وش تسموها هذه؟ اللبه. اوكي نخليك يلا. اهلا 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 بك. لازم تبهرنا اليوم يا احسن كنافه. راح ادير لكم مشانكم. راح تطلع 100% 100% وراح ديرنا لوجو طبعا سميرة تي في. احسن قناه هي احسن قناه سميرة تي في. سميرة تي في. اوكي شكرا شكرا. الكير من تركيا هو تاني فرحان ومحمس وبدا المنافسه بقوه. التقنية راهي باينة عند المروكي أحمد في الطريقة اللي راهو يحشي بها القطايف بالجوز. أنا والله راه عاجبني أحمد يا يا لمنال درت قال المارغاريني. ليزيورجونس خصنا أن كارديولوك سي بوبلي. وإلكر من تركيا راهو يبربر في القطايف. نني نني يا بشا واش نديرو للعشا. منال توجور مع المارغارين بزاف مارغارين. وحمد المروكي ما زالوا مع التقنية ديالو العجيبة. حمد وش رايك في التحدي تاع اليوم؟ التحدي تاع اليوم طبعا جاني ساهل من حيث القطايف أنا نعملها، من حيث المطبخ المغربي فيه القطايف، من حيث المهاجرين الجزائريين اللي جابوا لنا القطايف في عام 1730 في مدينة العرائش ودخلوا العجين تاع البسطيلة اللي يسموه دركا ديولومنا، من حيث حنا تعلمنا هذا الشيء من عند الجزائريين. هذا درت قطايف بالجوز والقرفة خاطش من حيث القرفة تمشي مع الجوز، والعسل تاعي درته بالمزهر
وهذه هي اللي اللمسه. ونديروا شاي، حنا نديروا شاي بالشيبه والقرنفل. انا كثير بطيب الكنافه، دائما بعمله وان شاء الله نعجب الناس. درت عندي اللبه حليب، حطيت له الخل، بعدين فرط صفيته وحطه في قلبه، في قلب الكنافه، بيجي مثل القشطه. ببلدنا بترمن هذا الكنافة فوق البياض فوق الفحم، بيطلع حاجة كتير حلوة، بيجبنا مدور الله كنافة تركية. نحن جايين من دولة عثمانية طبعا، أجدادنا جاي، قبل كان شوية قلقان، دوركا كتير ملح، نرتاح. بقدركم كنافة بيرفكت. أحمد راهي بدات تبان، بصح ما تنساش واش وصاكم المايسترو، اللوغو سميرة تي في. يقول هو باللي كوم كوا القطايف كيفاش لحق ليهم المغرب، حنايا الجزائريين هما اللي لحقناها المغرب، وحنا نقول حنا يقولونا باللي تراكه هما اللي دخلونا القطايف للجزائر. تسمى القطايف هذاك شغل مهاجرة وغير يمشي، كاش نهار تسيبو مدربي بالك من جهة الهند ولا باكستان ولا بالك، ايه انظر كيما حتروح لماليزيا دوك بقطايف ولا امريكان ولا تنخلع تراك في لاس فيغاس الدور حتى تسمع مرا تبرح قطايف في القطايف الامريكانيه، ايه قطايف حراقه، ايه قلع من الترك وبدا جالينا ومن بعد حنا ديناها المروك وانظر او غير والله غير يقتلني بالضحك شويه لحي جدوني ما يستخو. منال ما كسرتش راسها، طيبت الحليب بالخل وتشوخاتو وسط القطايف. كيفاه تشوخاتو ما جو؟ نو تشوخاتو شغل حطاتو. وجارها التركي ما ديحش الوقت حتى هو حط القطايف في السنين والي تروح للفوق. يبان شغله ويدير ماساج للقطايف فيه. حمد المروكي حار كيفاش يخرج اللوغو تاع سميرة تي في. بوغتو ماشي صعيبة بزاف، وما تروحوش بعيد، راكم في سميرة تي في. أنا أحمد من المغرب، 42 سنة، من ولاية زاكورة، دايرة أيت عثمان ورزازات. أبلي 5 أولاد، الوقت الحالي أرمل لأن الزوجة تاعي توفات هذا 8 سنين، ولهذا السبب أنا دخلت المطبخ باش نعتني بولاد. كان الحلم ديالي باش نصير طباخ من نوع عمة الأظافر. قدمت أنا على في المغرب يسمى على تكوين في الطبخ، الطبخ الجماعي، ودرت تخصص في الطبخ التقليدي، وعطاوني الطبخ التقليدي التركي. أنا متعدد المواهب، من حيث أنا نبغي المسرح والأب تاعي فنان، تسمى خطاط ورسام، ومنا خرجت أنا نحب الخط العربي الأصيل، ونحب المنمنمات، ونحب الشعر والمسرح، نيت كان حماق على المسرح. واخا انا عندي الزهر بعد ما كان دايرين كاستينغ وخيروني من 6 منافسين في حس الطيب جزائري، وراح نطيب لهم جزائري، وان شاء الله هنا راح نربح في طيب جزائري ونبين لهم بلي انا مغربي اصيل. احمد مرحبا، وين وصلت؟ ودرنا واكات حمار. وين كنت انت؟ كنت في السطح تاع القصر. واش نقول لك، واحد النظره منين حبطت عينيك يصفقوا. ما تدروش عنده الحق هذاك اللي قال لك زين الدروش في عواجه، وكيف راك مع القطايف؟ عبالك كنت ندور وراك جيت لعنده، واش قلت نشوف وراك مع القطايف تاع احمد؟
واش راح دير هذا؟ واش راح دير؟ ودوكا رانا حنا نطيبوا فيها نيت، دوكا نزيدوا لها شويه ديال السمن باش تزيد حمار مليح وترطب مزيان. السمن ولا خلطت السمن ومارغارين؟ لا درت انا مارغارين وخلطت السمن، دوكا درت مارغارين انا، من بعد نطيبها نحي منها المارغارين اللي درتها ونشربها العسل. هاي تقرص احمد، هاي تقرص. ولا هاي تقرص بالك. او لو سيغ وجدتو؟ واه حطيتو هنا نيت. ما تجي تخرج منها كون شعل عليه خفيف باش يشرب القطايف، تشرب العسل سخون في سخون باش ما تعجبش. نعطيك ملاحظة، ما لازم واحد بارد واحد سخون. انا هذا بارد، هذا الماء تاع الشاي راه خليته يطبخ بالعقل وبعد نركزوا فيه الشاي. يعرف لها يعرف لها جاب لي ربي والله اعلم. هذه هضره بك قال لك درنا اتاي مغربي ونديروا اتاي مشحر ان شاء الله. ايوا ان شاء الله. واش معناتها مشحر؟ والله ماني عارف باش نحرش. لا مشحر يعني اتاي يكون خفيف مع الجو، مع جو الصيف ومنا مشحر يحبط يعني لي يحبط لي دام. الله 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 مع القطايف وشي حاجه. انا تهلا فيا فرتو في القطايف وتشرب اتاي ومن بعد تغني الغنيه تاع الدكالي. ايه تعرفها؟ راني نية تبشر كل شيء راه يتصفر. احنا كاع نعرفوها. دكالي نحيوها بالمناسبة. نحيوها. روح شوف لنا، روح شوف مازال معنا ما شفناهاش. حبيت نطلع للسطاح. نطلع. ايه روح روح. هيا. روح تشوف النظرة. هيا ومن بعد. ومن بعد نجي نوري لك واحد النظرة ما تعرفهاش. هيا روح هي. كمل معاهم. هيا ومن بعد. منال على بالي راكي بزاف حزينه. والله والله حاسه روحي مش مليحه. عندي بنتي الكواليس كي نورمالمون تتفاعلي تتفاعلي وشويه وري عندك الاكسبيريونس. طه يبارك خير. عندك ربعه؟ اي عندي اربعه. زوج بنات وزوج ولاد. اي تسمى هذه بنتك خيره عندي يمك وهي رايشه صغيره وراي في العز وكل شيء. مازال صغيره ترضع. بنتي مخليتها برا وعقلي معها ما بقدر اركز. اي معليش انا حاس لك بصح الله غالب ديرك راكي في مع المسابقه اي انا في بلاصتك نورمالمون لو كان راني مع بنتي نقول لك صح. اخذت قرار خاطئ انه كان لازم ما ادخل في المسابقه. ايه الظروف يا مالا. اي أيوة والله الظروف. أه؟ صار لي 23 يوم اللي ولدت وولدت بعمليه كمان. الله يرجع جبتي لي الدمعه على بالك. اه يا مالا يا مالا ان شاء الله هذا القطايف هذا ما يخرجش حزين. يوسع خاطرك. معليش منال كوراج غير بالعقل برك. شحال غادي غير نجي لهنا شغل تقبضني 12 فولت ولي 12 فولت. ايوا لاباس كنافه طبعا كيف؟ با 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 هذا شغل حكيك عثمان لك عيط بان شغل كوبا راسكيزا شغل الابروس تاع بكري. وهذه دوكا كيفاش مازال؟ مازال بالطايبه بيطلعها بعدين فوق منها بالسقيه خلاص. انا نقول لك الصح الكر انا درك ما نهضر والو كي نبداو نذوقوا ثم تبان الهضره. اوكي واش قلت؟ كيف كيف دوبينك؟ دوبينك ها يلا يعاونك الكر ما ترك تخلف الخط مع سويلاح. ايه نقولوا له بون شانس. حمد المروكي راهو يشرب في القطايف بالمارغارين افيك لو سورير. والله غير شهاني. منال يتوجد لنا في محل بيسوري مالغري راه طايح لها المورال. لا تخاف يخرج لنا محل بيمشنف فيه. حمد يوجد لنا فتاة واعر. كل حاجة راهي تمشي على ما يرام بصح منال بان عليها العيا والتعب غير كيما ولدت مسكينة. وزيد من الفوق عقلها راهو عند بنتها. ربي معاك منال. مش مليحة منال. حسيت انا تاني مش مليحة. هاي الدوخلة لا عيد بليك شو راح تطيح. بصح كانت مليحة قبيل كانت مليحة. انا حسيتها مليحة من قبيلة وبدات بيان بكا. لا لا شو ما مليش ستة وحمرة مش نورمال. ايه شوف شوف عيطت لي نروح لها عيطت لي. بالعقل لا منال وش بك؟ شوف خلاص قدرتش احس روحي تعبانة ما نقدر نكمل. خلي اخوي يجي يساعدني. ما قدرتي؟ ايا منال دوموندات شونجمون. خلاص انا ما بقدر اكمل. تقدروا تبعثوا لي طارق 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 لو ممكن يجي طارق.
أنا أعتذر من مايسترو إنه أخذت هيك قرار وما كنت قد المسؤولية. شبيك تابعني شوي. فيك شاي؟ ها؟ لا تابعني شوي. بلش فيك. تابعني شوي. بسم الله عليك بسم الله ما عليك. روحي خلاص روحي. روحي على البيت، بنتك عم تبكي روحي. لازم أوقف محلها. كانت كثير تعبانة. مثل ما قلت له أنتو الله غالب. مثل ما هي أصرت إنه تضل هون أنا رح كمل عنها وإن شاء الله للتحدي عنوان بإذن الله. أي حاجة تحتاجها أطلب مني ولا ما أسوي لها. ما في مشكلة. إحنا موجودين. شكراً شكراً. صورة شابة بزاف، أخ يوقف مكان أخته ويكمل المنافسة. نقدر نقولوا بلي هذه هي روح الأخوة اللي عودونا عليها خاوتنا السوارة. أحمد ربي اللي خوها روانة. أنا ما بنت ليش كعف الأول. بصراحة فوتاك تذري تعرف بلي طفلة ناسعة وبلي والله اسمح لي رشيد شو نحترمك نحبك بصح يا خويا في هذه قراتها هذيك ماما تديها للدار وأعطيها كما نعرف أنا كيفاش البنة تخرج من يدك تعب كاش بركوك صلاح الله بالقديم هذاك شاني حندير هذاك شاني حندير وي وي شحال ديرك مش عارف تصيبها مش عارف المرأة وخا لا تصبح لا ما تصبحش تضحك أنا والله غير حاير فيك جاب المرأة نفسها قريب طاحت هنا ولينا في خوها ثاني بشيرون بلاصيها وكي هضرنا على البركوك كيفاش كذا طاح عليها والله تدوخني هي قبلت المنافسة كيما اللي يروح أنا ثاني كان يتحلك أنا غير فيريفي اي والله اللي دوك بلاد من دوك نجيبو ثاني نقولو في المشاكل هنا مع الناس والله عندك الحق سويلاح وعلى بالي الجمهور الجزائري والعربي راح يوافقك الراي بصح نو كونديدا ما لازمش ينساو اللوغو تاع سميرة تي في لازم وحمد ديجا راهو مع الدريساج ولا غير شاطر الطفل هذايا الحالة عند أحمد المروكي راهي منعنعة والريحة عبقت ستوديو تاعنا وإلكارم الترك راهو يوجد في قهوة تركية هكذا باش الصالح يقعد راسو مليح أحمد راك سير هذا اللوغو تاع سميرة تي في؟ يا وش راهو يديري؟ طارق راهو يكمل في الخدمة تاع أختو منال شوية الحالة ما تعجبش بالصحة خير من والو لا لا والو خيرة إلكار يعرف لها راهو يقطع في هذوك القطايف باش يدير اللوغو ولا غير شهيتونا بهاد القطايف يا جماعة راهو خلاص الوقت خلاص شوف راهي على بالك شحال راهي 9 9 8 7 6 5 4 3 زوج 1 خلاص خلاص خويا اللي كان عنده ديما هذيك لاطوش اللي تحت علاش مانيش عارف هذه تكون فيها كسر هذه تكون فيها كسر سيرمون هيا نطبخ قناه ويديرها مع كل شيء طبعا طبعا بركه بركه هذه البركه عنده اخر كلمه راح تكون لكم انتم اللي راكم رايحين تقولوا لنا شكون هذا اللي راكم رايحين تطلعوه ولا راكم رايحين تحبطوه صغير واحده واحده ايا قاع قولوا لنا تشيز كيفاه تشيز نبداو على بركه الله بسم الله نبداو من المغرب احمد دائما تفضل خويا احمد لا لا يزيد اكثر لا لا يزيد اكثر شكرا شكرا على واجب كيفاش جاو القطايف تاع احمد من المروك غير المايسترو اللي قلنا المايسترو قال لهم لازم القطايف يجو كيما لو لوغو تاع سميرة تي في غير المايسترو اللي قلنا باش نقربوا اللوغو تاع سميرة انت عكستو باش نفهمك اوا يا احمد اللوغو درتو بالمقلوب انا عكستو وين كان مخك سي احمد كان
المرة الجاية إن شاء الله كيكون عندنا أي لوغو نديروه مزيان ويكون بحال بقيمة قناة سميرة تيفي. معليش وقتها المايسترو يدوق. أي بالعقل شويلح بالعقل لي. لي حتى كي نذوق ومن بعد نديماري وكيف كيف بسم الله. روعة يا أحمد، أنا حسيت كي شغل ضربت لو تور دي موند بشواربي. هايلة سويلة عاجبو الحال. والمايسترو أول مرة وين أنا شفت بعيني مايسترو رشيد كلا زوج مرات. ماشي هذه حاجة نفتخروا بها. دول كان نضيفكم بالشاي نسيتوا الشاي. تفضل الشاي مشحر. تفضل شوفوا اه سيدي وهو هذاك. ايه وقيل اليوم نولولو. اه يا احمد راك تلعب لنا بالمشاعر بلا تاي الوعر. الرنه مهمه جدا. شفت كيف النعناع خلاه شويه خارج شكلها منه. شكرا. لا شكرا على واجب. بارك الله عليك. تفضل مشحر. بارك الله فيك. الصحه والراحه. تجاني بزاف مر. سحلب شو سحلب انا ثاني ما عجبنيش في الحقيقه رشيد. وكل اقليم كيفاش يصوبوا لاتاي بحال حنا عندنا في ورزازات نصيبوا اتاي يكون ثقيل شويه يكون مشحر ماشي كيما ديال الشمال ولا ديال المركز ولا حنا نصيبوا اتاي هو هذاك. طارق تفضل. وعليك السلام ورحمه الله. تفضل. شكرا. منال مالوغوزمون مرضت ربي شافيها وجا رومبلاصاها خوها طارق. تسمى هي بداتها وخوها كملها. هذا هو اللوغو الاصلي لسميرة تي في. كان في عندك غلط. هاو اللوغو الاصلي تاع سميرة تي في. غير فاتك فيك. علاش تعذبوا فينا؟ لا مكان تاني غير القطايف يعني ليك ستريت ماشي بنينة. ان شاء الله منعجبكم الايام الجايه. اون شوزي سيغ القطايف تاع طارق ما عجبو حتى واحد. هذه يعني لا بس كي تكمل لي زونطرينمون تاعك تاع البوكس دير وحده كيما هذه ليك يعني للعضلات. احنا طلبنا مشروب ساخن لانه ما راح يقدر يشربه سخن لانه سميك، فلذلك خليته يبرد وقدمناه بطريقه ثانيه بارد وهو بدو سخن يعني. ممكن من الاخير اني من تكون في الحقيقه للجمهور. الجمهور او شاف يعني كيفاش يعني الجمهور او يشوف ممكن هو ما يقدرش يذوق لكن بعينه يقدر يشوف يعني يقدر يحكم وراه عنده يعني رقم الهاتف وهو يتصل ويصوت كما يحب يعني اخر كلمه ترجع لكم انتم يا الجمهور. الكر جزء المخبر. الكر يا الكر. الكر من الترك هو نوتخ ديرنيي كونديدا. هذيك الكحول اللي هنا هذيك شغل خانات ولا واش؟ هذيك لاكريم خرجت له. الحمد لله شفت لوغو تاع سميرة تي في عندك راهم سقف. ما تقوليش بكدير فيهم الفرماجي. اتراك ياكلوا الطايف هكذا. لو كان زاد الباتي وخلاصي. سيدي قولاش. ايه وكافي تورك تاني. يا خويا بون شونس. ذوقوا. ايه.
يلا بالفرماج موتزاريلا. الكر حبيت نسوق شي حاجه لي. تفضل. عندكم واحد طباخ كبير في تركيا واسمه سراد. نصرت. ايوا يعمل هو اللي جاست هكا. باث هذا يعمل. تما راه وخاضي عليك نظر لهذه الحركات. الكر. زعما باش نسيمباتيزي معاه. معليش تفضل. بسم الله. هيا راح بدات. يما. يشعر التقطيع. هذا شويه ساخن لازم شويه. بك ما قدرتش ميم با نعرف واش راني نستبعد. الفكره تاع جبن الموتزاريلا في القطايف انا عجبتني. المشكل اللي كاين هو بانه القطر تاعك لو سيغو اللي حضرته يعني الشربات راهو غاطي. مع الاسف. معليش الكار انت المهم درت النيه وخلاص. والفرماج والكافي تيورك بنين ولا ما درنا والو؟ نخليك تهضر. قهوه مليح. قهوة. لا لا قهوة. تقدر تقول لنا واش حطيت في القهوة باش خرجت هكذا بنينة؟ القهوة بشاف. صح بنينة. بنينة بالبزاف صراحة. قهوة ما درت لها شي بس مويا قهوة. طب. ولا حبيتش تعطي لنا السر؟ أنا خبيت السر عليهم. وعلاش قلت لنا قهوة؟ أنا بجيب لكم بإذن الله ما في مشكلة. قهوة جبتها أنا جزائري. رحيتها 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 رحيتها. بعدين طيبتها نار ناقص. هذا السر طبعا. صحتك. سلمك قمة مليح المخ على بالك. شوكولا شوكولا. واش تحكي لنا على نهار اليوم؟ واش نقول لك انا يعني اليوم باش نصارح خويا رشيد. انا اليوم ابهرني احمد القطايف هذاك اللي ذقته روعه. اللوغو هردها وكاين ثاني الاخر التركي هذاك. انا عجبوني القطايف كيما دارهم بالموتزاريلا يا خويا على طرق تركية. ممكن تكون الفكره مليحه يعني لو كان زاد تقنها يعني وزاد لو كان كان لو سيغو تاعو برك طيبو كيما لازم. عندك طارق تسمى طارق تسمى راهي راهي حنان بوزداويجه دوكا كي صرا مزج بيناتهم عطاو كارثه. هذاك القطايف هذاك ما عجبنيش. حدث كبير صار اليوم في المنافسه. حزن حزن في المنافسه بصح كان لازم نكملوا. بصح على كل حال سلكناها يعني جات جا خوها يعني دار مجهود. احنا على كل حال خويا رشيد رانا تسمى دقنا وشفنا لكن اخر كلمه راح ترجع للجمهور. انتم تخيروا شكون اللي يعجبكم وشكون اللي ياكل الفوق وشكون اللي ياكل التحت. والسلام. انا سعدت اليوم كي قال لي الحاج صالح القطايف تاعك مزيانه ولو ان المايسترو عجبوه القطايف تاع التركي وخلوا هذا الشيء للجمهور هو اللي يصوت وصوتوا علينا احنا رانا نمثلوا المغرب. نتمنى اخي يكمل المشوار وان شاء الله يربح وانا دائما في جنبه واكيد راح تشوفوني في الحلقه الاخيره معه في التحدي القادم. ما راح يطلع اسمنا راح يطلع اسم طارق وصوتوا لي معكم طارق من سوريا. شكرا. قولوا الو الو كثير بستناكم. التصويت راح يكون عبر الاس ام اس. لاحمد من المغرب ارسل 4، لمنال من سوريا ارسل 5، لإيلكار من تركيا ارسل 6. الارقام التاليه تحت تصرفكم والكلمه الاخيره ليكم.